انا هطلب من حضرتك طلب اذا تفضلت، لانه احنا بعد الحوار مع حضرتك كمان هيبقى عندنا حاله. احنا بنتكلم عن مكتب التنسيق تحديدا، وهنا هو مش استثناء، هو جات له الرغبه اللي هو عايزها بالنسبه للدراسه وكل حاجه، بس هو شاب جايب 97% وعنده ضمور في العضلات. كل اللي احنا بنحاول نوصل له، لانه محتاج علاج، محتاج طبعا رعايه خاصه جدا، انه نقدر بدل ما يبقى صيدله حلوان يبقى في صيدله الزقازيق، لانه هيبقى قريب من المكان اللي هو موجود فيه بسبب المرض اللي هو بيعاني منه. فيعني حالات مرضيه بتتعرض علينا من كوميشن طبي موثق ان بعض الحالات اللي احنا يعني ده اقل واجب نقدر نعمله، ان احنا نسهل على اولادنا واهالينا ان هم ما يعني يتفوقوا ووصلوا كده، امال مين هيقف جنبيهم لو احنا ما نقفش جنبيهم؟ لا يا فندم، الحاجات دي احنا يعني دايما يعني نقدر نعملها بمنتهى اليسر اذا معاه ما يثبت كل اللي حضرتك بتقوله ده. بالتاكيد، واحنا بندعو حضرتك كمان لمتابعه التقرير معانا، نقدر نساعده يا رب ان شاء الله. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، شكرا جزيلا. هنتابع مع حضراتكم حاله علاء. أصوات الزغاريد تنبئ بنجاح أحد الأبناء في الثانوية العامة، وهكذا يطوي الطالب علاء كمال صفحة من القلق بعد تفوقه بمجموع عال يمكنه من الالتحاق بإحدى كليات القمة. الحمد لله بتوفيق ربنا حصلت على 97% علم علوم. أنا أول حاجة كان نفسي أدخل كلية طب، بس نظر للظروف الصحية هدف اتجه ان انا ادخل كليه صيدله. من على مقعده اتته الثانويه العامه راغمه، وهو لم يحرك ساكنا، لكن عقله تحرك متفوقا على مئات العقول التي تسكن اجساما صحيحه، فكان علاء كره عين لاسرته التي فجعت سابقا اثناء مرضه. اولا حالتي دي بدات من انا عندي 5 سنين، ان انا عرفت ان انا عندي ضمور في العضلات. مش بتبدا ان انا يعني اقعد على طول، لا، بتبدا العضلات تضعف سنه بسنه لغايه ما توصل لمرحله انك ما عادش تتحرك. الصراحه من الاول خالص كان في ناس يعني منع فكره تعليمي خالص، بس انا اصريت ان انا اكمل، وبرضه امي هي اللي كانت بتشجعني على ده كله. انا كنت بقى الحافز الوحيد ان هو يكمل، يعني يذاكر ويجيب مجموعة أعلى حاجة، يعني كان نفسي هو يطلع من أول الجمهورية كمان. بإسلام يستطيع علاء، كلاهما تفوق في سباق الثانوية العامة، فكان إسلام أشبه بعداء آثر أن يحمل منافسه المصاب حتى يصل معا إلى نهاية الماراثون. لا، إسلام طبعا هو السبب اللي أنا فيه دي، طبعا بعد ربنا، إن هو كان على طول معايا في كل حاجة. كان يجي ليا، ولكن لو الدرس الساعة 6 الصبح كان يجي ليا 5:30، ابتدى التوك توك يجي ينزلني، نركب في التوك توك ونروح الدرس، وينزلني في أوضة الدرس، وبعد أوضة الدرس ياخدني يطلعني على الطريق، أصلا الأوضة بعيدة عن الطريق شوية، يطلعني على الطريق ويروح يجيب التوك توك ونيجي نروح تاني. يعني كان معايا في كل حاجة. يعني الحمد لله جاب 97 وأنا جبت 97.5، وده كله بتوفيق ربنا. يعني مصاب الأسرة ليس في علاء فقط، بل الأخت الكبرى التي أصيبت بنفس المرض، لكن عدوى التفوق انتقلت إليها فختمت حفظ القرآن الكريم كاملا. أنا مكملتش تعليمي عشان برضو في ناس كتير يعني قالت ما تكمليش وكده، كان كل ما أطلع رايحة فين، يعني هما اللي تعلموا خدوا إيه، هتوصلي لفين وكده، يعني ده اللي خلاني أقعد يعني، بس الحمد لله حفظت القرآن. انتهى الحلم الصغير، وبدأ علاء يرتب أوراقه لتحدي جديد. يعني أدخل كلية الصيدلة، وبرضه علشان يعني أعمل دواء يعالج الضمور اللي هو يعني تقريبا مش ليه دواء في العالم. أنا بطلب سكن بس لعلي، بس يكون جانب الجامعة، يعني عشان لو حد زميله يخدمه، أو لو مش في حد يبقى أنا أنتقل معاه عادي. وبطلب ليه معاش كويس هو ماي، بس لأن أنت يعني زي ما أنت شايف هما ما بيتحركوش. وإن كان القلم لا يطاوع أصابعه، لكن علاء يكتب أروع أمثال التحدي. وإن كانت قدماه لا تقوى على حمله، لكن علاء يقف شامخا أعلى قمة المتفوقين. أحمد عبدو، MBC مصر. صحيح، وربنا يوفقه إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، ويقدر يحقق كل اللي هو عايزه.